وصل معكم حتى لحديش كل مسؤول كما قلنا لكم باش نهزوكم للمستير وين وصلت مشروع تهيئة كورنيش القرعية بالمستير. معنا كاتب عام مكلف بتسيير شؤون بلدية المستير سي محمود بن نواس. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمود. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا كيف مستمعي في سبريس اف ام. السلام عليكم مبارك، عاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركه. مشكور جدا على التدخل معنا، مشكور جدا. اذا مرحبا بكم بلديه مناسير، بلديه مناسير على ذمة كل من يطلب المعلومه. مشكور جدا يا سيدي. تقدم اشغال تهيئه الكورنيش، كان بسطوا للناس شنو هو جديد، قديش نسبه تقدم الاشغال؟ واضح واضح. شكرا اولا مره اخرى، يعطيكم الصحه على الاستضافه، يعطيكم الصحه على حبكم لايصال المعلومه من المصدر نتاعها للساده المستمعين. كما يعرفوا جل متساكنين مدينه مناسير والوافدين على مدينه مناسير، وان مشروع القرعيه اللي خذ حيز كبير من الاهتمام خاصه المده الاخيره. صحيح بروجي تقلق برشا منه المواطنين، تقلق برشا من الزائرين مدينه مناسير باعتباره معناها مشروع طول شويه، اللي هو من عام 2021 والى حد اليوم مازال ما تمتملش المشروع هذا بتمويل قيمته 2 مليارات و800 بنسبه كبيره منها تقريبا 2 مليارات و500 واقل شويه من صندوق حمايه المنطقه السياحيه، وبتمويل اخر من بلديه المناسير. مشروع شهد برشا تعطيلات وبرشا تحويلات وبرشة تحويرات على مستوى التنفيذ. اليوم تقريبا تجاوزنا جل الإشكاليات المطروحة أو معظمها. المشروع اليوم مشي نسبة التقدم تاعه ونسبة الإنجاز تقريبا نسبة 90%. ما تبقى من جزئيات هي اللي باش تظهر المشروع ولا هي اللي باش تعطي الصبغة الجمالية للمشروع. ما زالت تطلب تقريبا شهر وشهر ونص على أقصى تقدير لانتهاء الأشغال. فما بعض العوائق صحيح، فما بعض الصعوبات صحيح، فما بعض المشاكل، لكن قاعدين نحاولوا بشتى الطرق القانونيه ازالتها والخروج منها، خاصه انه بعض ليزارتيكل، وندخل شويه معناها كيلكو ديتاي تكنيك، وانه بعض ليزارتيكل اللي هما معناها موجودين في المارشي مش موجودين على في المارشي معناها في السوق التونسيه، مثل تغليف اللبنات وتغليف معناها الكراسي هذوما الموجودين معناها على مستوى كامل الفسحة الشاطئية. نوعية اللوح المطلوبة في المارشي ماهيش موجودة، والمقاول معناها تعذر عليه، لكن قانونيا يلزمنا أن نتعاملوا بالموضوع بصفة قانونية وليس معناها بالكلام بركة. فما بعض الصعوبات الأخرى كما موضوع الأكشاك اللي تم هدمهم خلال الفترة الأخيرة، زاد كيف معناها تسبب في تعطيل جزئي للمشروع. بعض البنية التحتية ما هو تحت المشروع كذلك معناها وعند القيام بإنجاز المشروع هذا المقابل لقي بعض الصعوبات الفنية، لذلك ترتب عليه ووجب عليه معناها تجاوزها، وهذا مما زاد استغرق بعض الوقت. كل العوامل هذه بطبيعه الحال خلت المشروع ربما يشهد بعض التاخر، لكن اللي المتمعن واللي يعرف معناها المكان بالضبط يقر ويلاحظ النقله النوعيه اللي شهدتها الفسحه الشاطئيه بالقرعيه ومدينه مناسير ككل. ان شاء الله يكمل في ظروف طيبه، ان شاء الله يكمل ويتسكر الموضوع هذا، وبالحق معناها ان نستمتعوا بالفسحه الشاطئيه القرعيه المناسير. مع الشكر. واضح، مشكور جدا سي محمود على المعطيات هذوما الكل. نحن ديما باش نتبعوا الى حين استكمال الاشغال الكورنيش، نحبوا كل ما ينجم يزين المدينه. هكا نكون وصلنا نهايه برنامجنا الشارع التونسي، تحيه كبيره.